1-0 لفريق وادي الفاش. مسجل الهدف عادل نصر الدين. هادي قول عليه Thank you.
بداية الشوط الثاني 1-0 لفريق وادي الفاش. واحد مسجل هدف أمير حلبي. Yeah.
Let's go.
المباراة الأخيرة لليوم فريق المسيل ضد فريق الباب الأعواز ضد الأعواز الأخوة. Hey, 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 hey
1-0 الباب الأول، سجل هدف سيد اللولا. I'm gonna make it better.
3-0 في الشوط الاول لعواج. بسام حسون في تعريم في الليله تعريفات. صفر الباب الاول مسجل الهدف راضي عزمي. صفر الباب الاول سجل الهدف امير السكري. Thank you.
سلام السفر راضي عزيز. في الشوط الثاني تشكر 10-0 اخر مخطط النقاط. Yeah.
10 صفر لفريق الباب الأول. سكات 10 صفر. احنا ممسكين المسكات. تبارك الله لكم. يعطيكم العافيه. الجول العاشر مسجل الهدف امير السكري. قسمة الفرق وكيف الترتيب اي فرقه مع اي فرقه على اي اساس يعني؟ اول شيء عندنا 16 فريق اللي هن 10 فرق من عسفي و6 من الدالي. ترتيب الفرق في اربع بيوت كان تقسيم في كل بيت في اربع فرق. التقسيم كان عن يد الاداره تبعت الدوري تورنير يهمني انا وميمون والساري منصور. الترتيب تبع الفرق ما كانش هالقد يعني صعب او شيء يعني، لانه كل الفرق تقريبا في نفس القدرات اللي عندهن. ممكن نقول قسم منه عشوائي وقسم كان يعني خصوصي، في عندنا فريقين ثلاثه اللي عرفنا وين نحطين. باقي الاشياء هاي السنه عملنا، احنا على السنه الثالثه على التوالي بنعمل هذا الدوري. هاي السنه عملنا كم من تغيير، منهن جبنا حكم خارجي اللي هو عنا نصر الدين من الدالي. باقي الاشياء اكيد تابع للاتحاد. هاي السنه كان في عندنا تغييرات بسيطه في القوانين في نص اللعب. اول شيء بالنسبه للمستوى اللعيبه، يعني بنشوف فرق اللي فيها لعيبه مخضرمين او انه لعبوا في السابق في الدوري او عم بيلعبوا حاليا في الدوري، يعني ممكن يكون فرق شاسع في المستوى بين فرقه وفرقه. في كل فريق احنا اعطينا امكانيه لسبع لاعبين يتسجلوا في الفريق نفسه، ومن نص السبع لاعبين في ثلاث لاعبين ممكن يكونوا لاعبين اللي مسجلين في الاتحاد العام. عدا عن ذلك الشيء اللي احنا بنفكره وبنقوله انه احنا الهدف تبعنا مش بس الفوتبول هون، كمان اشياء اللي هي تربويه، علشان هيك الفروقات اللي احنا شايفينها اول شيء مش كبيره، واذا كان فرق صغير فهي مش مشكلتنا. بعد سؤال مهني بعدين ننقل للاخ ميمون. لما 10-0 وقفتوا اللعبه، شو القصد منها؟ كان في عندنا لعبه واحده اللي وصلت النتيجه ل 10-0. عندنا القانون بيقول علشان الروح الرياضيه تكون في جميع المباريات 10-0 هي نتيجه كبيره بزياده، علشان هيك وقفنا اللعبه. ميمون يعطيك العافيه. الله يعافيك. بدي انا اعرف منك شو بعد المرتبه الاولى، يعني في ملك الهدافين، في شو، في جوائز اللي ممكن في اخر التورنير هذا نشوفها مع بعض؟ اول شيء الجائزه الكبيره تبعتنا هو هذا الاطار اللي فيه 112 شاب من عسفي ومن الدالي بيلتقوا كل يوم السبت هون في الملعب في رونسون. هذا اكبر جائزه لنا، لانه احنا نضب هاي الشباب لاجل مشروع اللي هو مشروع تربوي من اجل الامان على الطرق، وعلى اسم كرمل اللي كان واحد من اركان يهمني اللي قاموا واسسوا هاي الجمعيه. ثانيا من ناحيه الجوائز، السنه اللي مضت كانت عندنا جائزه الكبرى، الفريق اللي غلب حاز في بطاقه سفر لخارج البلاد، وللاسف هذا الشيء مس في الروح الرياضيه في خلال المباريات. تعلمنا شوي وقررنا انه الجوائز للمحلات الاول الثاني والثالث والرابع راح تكون وجبه مظبطه في واحد من مطاعم اللي موجوده في عسفي او في الدالي. من شدة على هاي النقطة انه موجود في عسفي او في الدالي مش عشان اشي، لانه احنا بندعم كمان اصحاب المصالح اللي موجودين هون في عسفي وفي الدالي، وما رحناش على لا على باباجايو ولا على مستعداء كبيرة في حيفا. مش مشكلة مصاري، المشكلة انه احنا حابين ندعم اصحاب المصالح اللي هون. من ناحية باقي الجوائز، هاي السنة عملنا اشي حلو كثير، راح يكون خلال المباريات بداء من الدور من الجمعة الجاي مباريات شخصية اللي فيها تسقيم الكرة على الراس، هاي مباراة واحدة. المباراة الثانية تسقيم مع جميع أعضاء الجسم،
مباراة ثانية، مباراة ثالثة راح تكون شوط على الجول مع شعير، والمباراة الثالثة المباراة الرابعة راح تكون بعتها على الشعر أما على المشكوف بدون شعير من نص المقلاش، والمسابقة الخامسة مفتوحة طبعا لجميع الجمهور لجميع اللي يشوفونا، هي بث المباريات. احنا حابين نشارك انه يشتركوا باقي الشباب اللي عم تيجي لهون تكون مشاهدين يشتركوا في هاي المباريات، وكل مباراة عنها ازاي في لها جائزة، والجائزة راح تكون جائزة قيمة. اللي معطينا الجائزات هاي جوائز اسف هو مخون كوشر سبيس جيم في إدارة زيدان بوفارس اللي معطينا معظم الجوائز، والجوائز جدا قيمة، جوائز منقدرها في تقريبا 400 بين 400 ل 450 شيكل كل جائزة، وهذا الشيء انا بفكر كثير محترم. الجائزة الكبرى تبعتنا هاي السنة راح تكون للاعيب الخلوق واللي عنده روح الرياضية العالية، يعني احنا فيش عندنا لعيب واحد عنده روح رياضية، احنا بالنسبة لنا يكونوا كل ال 112 لعيبة مع روح رياضية، فرايحين نعمل منتخب لاعيبي اللي عندهم روح بتميزوا في روح رياضية عالية، وإلهم رايحين نعطي جائزة كبرى كمان مرة ما يقدر 500 شيكل لكل لعيب اللي فيها نعبر عن تقديرتنا إلهم على الروح الرياضية اللي فرجوها خلال المباريات. طبعا في عندنا اللاعب الممتاز، عندنا ملك الأهداف، عندنا حارس المرمى الممتاز اللي رايحين زي كل سنة نعطيهن آخر الدوري مجان امتياز على امتياز في الدوري. شفنا أول ما بدينا في التصوير اليوم أنه حضرتك أعلنت عن تخفيض 3 نقاط لفريق معين، القوانين اللي أنتوا صارمتوا عليها في متفق مع الفرق كلياتها ولا؟ أكيد احنا قبل ما بدينا التورنير عملنا لقاءين مكثفين لجميع المسؤولين عن الفرق، بس المسؤولين عن الفرق، وفيهم شرحنا القوانين تبعت اللعبة، وقلنا انه في 3 قوانين انه كل لاعب مجبور يعمود فيهن قبل ما يلعب في التورنير. واحد واهم شيء هو الشور تصريح او تصريح الصحي، تصريح الصحي انضباط صحي من دكتور مخصص اللي فيه بشير انه هذا اللاعب بريء وبيقدر يلعب. ليش؟ لانه البلديه بتعطينا التامين تبع الدوري، وعندي شرط واحد انه اللاعب اللي بيجي بدون تصريح من دكتور مش مأمن، واحنا نقدرش ناخذ على عاتقنا هذا الشيء كبير لا سمح الله صار ما صار، فلهذا هذا اول شرط. ثاني شرط انه كل لعيب مجبور يسمع التعليمات تبعت الدوري، وعن جد جميع الفرق اغلب الفرق اجت التقينا معهن كمان في سبيس جيم، كمان في البيوت، كمان في المتناس في عسفيا، في المتناس في الدالي، حتى في بيت كافيه في الدالي قعدنا وشرحنا لهم القوانين. المنطق هو انه كل لعيب يفهم انه لهذا الدوري في له 3 اهداف اللي هي رئيسيه، احنا مش جايين بس نلعب جول. اول هدف هو الامان على الطرق، واحنا ملتزمين في الامان على الطرق. اليوم ما لعبش كمان لعيب اللي امبارح شفناه عم يشتغل الشوارع في عسفيا وفي الدالي، ما لعبش، قلنا له انت اليوم تلعبش. مين اللي شافه؟ وهذا عقاب عنا، شفناه انا وعنا. حلو. اما كمان احنا بنتامل انه هذا يكون الاشي لازم يجي من اللعيبه نفسها، هن ملتزمين هون، بصيرش انه لعيب جاي يلعب في دوري الموضوع الامان على الطرق ويعمل لا سمح الله مشاكل في الطوارئ. ميمون، يعني بدي اسالك سؤال عدا عن الاتفاقيات اللي قررتوها مع الفرق ومع الاجتماعات اللي عملتوها،
انت للجمهور اللي مش موجود هون، الجمهور اللي في البيوت قاعدين، يعني احنا وين بدنا نخلص الترنور؟ هل في دعوه للناس؟ نشوفنا عاملين لكم هون محل الفي على اساس الناس ترتاح، اي ساعات عم تعملوا الترنير هذا؟ احنا تعلمنا كثير اشياء من السنين الماضيه، هاي السنه الثالثه على التوالي اللي فيها الدوري عم بيتنفذ، هاي السنه زي ما تفضلت وقلت عملنا عريشي للفي، الايام عاده كنا نلعب كمان ايام جمعه وكمان ايام سبت، اما هاي السنه قررنا انه الالعاب راح تكون بس ايام السبت عشان الاشي يكون اهون على الجمهور اللي يجي، والمباريات راح تبدا الساعه 10 وتخلص الساعه 2، يعني المواعيد هاي محدده ضابطه، مش راح تتحرك لا على الشمال لا على اليمين. نتامل انه الجمهور يجي ويؤدي واجبه، انا بقول انه كمان للجمهور في واجب اللي هو مسؤوليه الامان على الطرق بتتعلق في الجميع، كمان مزبوط انه في البلديه، كمان مزبوط انه الشوارع تبعتنا مش هالقد مزبوطه، اما اول 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 شيء المسؤوليه بترجع لنا، لنا احنا كاولاد بلد اللي بهمنا الامر تبع الامان على الطرق، احنا لازم نيجي نصوت في اجرينا، خلص حكي، لازم نيجي نصوت في اجرينا ونقول انه احنا بهمنا، وعشان نقول احنا بهمنا هذا الملعب كل يوم السبت لازم يكون ملان. كل ملان كمان من اجل تشجيع الروح مجانا الرياضيه. مجانا انا شفت مجانا الشيء. ال هذا، وطبعا حطينا كمان مي كمان للجمهور وكمان للاعيبه وكمان للناس اللي عم بتنظم هذا المشروع، وهذا المشروع تفكروش انه مشروع هوين الواحد يقوم فيه، مشروع جدا جدا صعب، وفي كثير ترتيبات لازم ترتبها مع جميع المسؤولين على هذا الشيء. مش نطول عليك الحديث، بدنا نقنع لنا لقاءات في الاسابيع القادمه ان الله راد. اللي انا فهمته من حضرتك 40 مباراه بده يكون الحكم، كيف اخترته؟ هذا سؤال اخير باختصار. احنا لحد اسا احنا كنا نحكم المباريات، اما هاي السنه قررنا انه نتوجه لحكام اللي هاي المهنه تبعتهن، ونشرنا خبر في الاعلام في الجرائد في وسائل الاعلام، والاخ عنان نصر الدين بنشكره كثير، توجه لنا وقال انه هو رايح بحب يتبرع ويعطي من ذاته من حاله لهذا المشروع، احنا كثير كثير بنشكره، وحسب ما شفنا في اول مخزور الحكم كان جدا مهني، وما سمعناش اي تنبيه عن الحكم تبعه، ونتمنى له النجاح لنا له لنا ولجميع اللاعبين. الشكر لك وبالتوفيق لنا لقاء الجمعه القادمه ان الله رضى. عنان يعطيك العافيه. يا هلا عليك. احنا الشباب حكوا عنك بما فيه الكفايه، واحنا شفنا المهنيه في التحكيم، فكيف النخوه اجت بدت عندك اول شيء؟ طلع انا كل مشروع وكل شيء بهم الكرمل بهمني انا، زي ما لازم الكل يهمون في الكرمل، اي مشروع اي شيء اللي بيقدر يساعد فيه انا مستعد، بخص بالرياضه لانه هذا شيء بهم كثير الشباب، بهم كثير الشباب في الكرمل هون. انا حكيت مع ميمون ومع عنان وبحاول اقدم قد ايه بقدر، انا عندي خبره 15 سنه في التحكيم في الدوري الاسرائيلي. انت تابع للمنظمه الحكام؟ منظمه الحكام في اسرائيل في كره القدم. شو اسمها في العبرانيه؟ اتحادات لكره رجل. اتحادات ايجودا شفتيم اللي شيخت التابعه لاتحادات لكره رجل. حلو. اي درجات انت حكمت يعني؟ انا وصلت لحد قبل كام سنه في الدرجه القطريه، كنت مساعد حكم، مساعد حكام، واليوم انا مراقب حكام، بشوف حكام وبعطيهم علامات يعني هذا بيساعدهم يتقدموا او ما يتقدموش وهذا. خلال اليوم او اليومين اللي كانوا اللي بدينا فيهم التورنير سوا تقريبا، كيف شايف انت ان شاء الله بيكون في عندنا مستوى رفيع في هذا؟ طلع عندنا دائما كان في مستوى رفيع، يعني هذا شيء مش غريب علي او مش يعني اول مره بشوف فيه، دائما اللاعبين من جيل 14 لجيل 30 35 اللي بيقدروا يلعبوا في اي دوري في اسرائيل هون في اي درجه، وشفنا يعني وانا هي كمان بدعو الجمهور يجي يتمتع وينبسط، العاب كثير حلوه ومستوى عالي، في لاعبين مخضرمين بلش من اكبر اللعيبه، يمكن هون عماد بروكن 45 سنه يمكن، ولعيبه اصغر شوي اللي كانوا في الدوري، وفي لعيبه كمان بيلعبوا في الدوري هسه زي عنان نصر الدين، زي امير طويل، امير طويل اسمه؟ فارس طويل، فارس طويل، وعده لاعب سند اسد ولعيبه اللي بيلعبوا في الدوري
عشان هيك مستوى جيد جدا ومستوى عالي. شفتك اخي خرجت من جيبتك البطاقة الصفراء مرتين. شو يعني؟ هذا انذار اذا لعيب ما انصغش للقوانين تبعت اللعبة بنحضره، عشان هون القانون بيقول بيطلع دقيقتين لبرا. يعني بس تعطيه البطاقة الصفراء بيطلع لبرا. نحن عم نحاول في هذا، مش القصد او الهدف في هذا التورنير انه نعطي بطاقات صفراء او حمراء، نحن بنحاول قد ما نقدر ما نسحبش البطاقة، يعني ما نعطيش اصفر واحمر. اما اذا في لعيبة بيجيبونا فبش. كيف شفت الروح الرياضية في هاليومين هذول؟ كانت روح رياضية عالية. ان شاء الله ان شاء الله يضلوا يكملوا هيك، لانه مستوى عالي واللعيبة على قد المسؤولية وفهمانين يعني شو الهدف الدوري وليش جايين لهون. هاي فرصة لهم انه لسه فيش دوري يلعبوا هون في هذا الدوري، في الدوري المصغر. فهوني انا بفكر كيف شايف انهم مبسوطين من كل لحظة. ألف شكر لكم، نتمنى لكم النجاح. شكرا. شكرا.